مع تواصل الغارات، رام الله تطالب بتشكيل فريق تحقيق دولي في مجازر الاحتلال، ومجلس الأمن يبحث اليوم تدابير العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي. قوات الحوثية تعلن استهداف المدمر الأمريكي جريفلي في البحر الأحمر، وتؤكد أن هجماتها ستتواصل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. مواجهة قانونية بين موسكو وكييف في أروقة محكمة العدل الدولية، والجانبان يترقبان حكم المحكمة اليوم بشأن روسيا. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بالتوجه وأعضاء الحكومة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى 13 لثورة 25 من يناير، مؤكدا مواصلة مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر. وخلال الاجتماع استعرض مدبولي جهود مصر المستمرة لاحتواء التوترات التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، عبر بذل المساعي لوقف العدوان وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين. من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء بالتنظيم الجيد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بما يعزز الريادة الثقافية والتأثير التنويري لمصر. كما أشاد أيضا مدبولي بفوز مصر 3 على التوالي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024. هذا وتناول الاجتماع موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تتواصل على مدار 3 أشهر تنتهي بنهاية يناير الجاري، وتم مدها ل3 أشهر كمهلة إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة. كما استعرض رئيس الوزراء نتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة التعليم حول نظام التعليم ستيم في مصر، والذي يأتي إيمانا بأهمية التعليم وتعظم دوره في تحقيق ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة من بناء المواطن على أسس عصرية راسخة. هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وفد شركة ياسكي يوروب ليمتد اليابانية لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، والذي بدأت أعمال الإنشاءات به بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية، وتبلغ استثماراته 30 مليون يورو، جميعها استثمار أجنبي مباشر. جاء ذلك عقب ساعات من وضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات بالفيوم، حيث أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجدية والتزام الشركة في بدء تنفيذ المشروع، وحرص رئيس الشركة على الحضور خلال فعالية وضع حجر الأساس للمشروع كدليل على حرصه على متابعة تنفيذه. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لهذا المشروع من أجل سرعة تنفيذه في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه وجه على مدار الفترة الماضية بتسهيل إجراءات تخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بمحافظة الفيوم لتكون أول منطقة حرة خاصة بالمحافظة. كما شدد مدبولي أيضا على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في خططها التنموية، موضحا أن مصنع شركة يازاكي للضفائر يسهم في توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات. زلزال.
ضفرنا ان شاء الله غير نطلعهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. التقى وزير الخارجية سامح شكري السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط. تناول اللقاء الجهود المبذولة لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة وحتمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعيات العامة ذات الصلة. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة. شددت الوزارة على ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. هذا وقد حذرت الخارجية الفلسطينية من المخططات الإسرائيلية للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على أن أي خطط أو ترتيبات بشأن قطاع غزة يجب أن تمر من بوابة الشرعية الفلسطينية وبمشاركة القيادة الفلسطينية بجميع تفاصيلها باعتبار ذلك شأنا فلسطينيا داخليا. أكدت المملكة العربية السعودية والكويت على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأعرب البلدان في بيان مشترك في ختام مباحثات العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الرياض عن بالغ القلق حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وشدد على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين، كما شدد على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بغزة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المحاولات الأمريكية لاحتكار جهود الوساطة في تسوية الشرق الأوسط أدت إلى تفاقم القضية الفلسطينية. أضاف لافروف خلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة بريكس بموسكو أن التهديد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط حقيقي في سياق التصعيد المستمر للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى رفض إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء دولة فلسطينية. وأضاف وزير الخارجية الروسي أن ظهور دولة فلسطينية فاعلة هو المفتاح لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في فلسطين. أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تدعم اقتراحا من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الاقتراح المطروح على الطاولة قوي ومن شأنه أن يؤدي لوقف دائم للقتال وعودة المحتجزين، معربا عن أمله في أن يحظى الاقتراح بالقبول وأن يتم تنفيذه. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة بناءة. So we want them to conduct their operations in compliance. هذا ويعقد مجلس الأمن مساء اليوم جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على طلب الجزائر. تهدف الجلسة لإعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي. وما زلنا نتابع مع حضراتكم آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وجهود إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء القطاع.
زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. اظافرنا ان شاء الله غير نطلعهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. أعلنت النرويج أنها ستواصل تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعد اتهامات طالت موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر. وقال وزير الخارجية النرويجي إن بلاده تحث الدول التي قطعت تمويلها للأونروا على النظر في عواقب قرارها على سكان غزة. Oslo process that started in 1993 and we are here to say. أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ستكون له عواقب كارثية على غزة. أوضح البيان أن سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة. كارثة إنسانية متسارعة يمر بها سكان قطاع غزة نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية. وعلى الرغم من ذلك علقت العديد من الدول تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وفي اجتماع لبحث الأزمة التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممثل الدول المانحة في مقر المنظمة الدولية، وأكد غوتيريش أنه أطلع مانح الأونروا على خطوات اتخذت لاستجابة لاتهامات إسرائيل للوكالة. وفي بيان مشترك أكد رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة. وأوضح البيان الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها أن سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة. وعلقت العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيل للأونروا بأن أنها سمحت لحركة حماس باستخدام مقراتها في قطاع غزة في أعمال عسكرية. وجاءت الاتهامات الجديدة بعد تشديد منسقة الأمم المتحدة للمساعدات سيغريد كاخ التي عينت مؤخرا على أنه لا يمكن لأي منظمة إطلاقا أن تحل محل الإمكانيات الهائلة للأونروا ومعرفتها بسكان غزة. وأعلنت الأونروا أنها سارعت اتخاذ تدابير لكنها حذرت من أن قطع التمويل سيؤثر على المدنيين الفلسطينيين. في أعقاب النكبة عام 1948 تأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. تأسست بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر عام 1949 لتبدأ الوكالة عملياتها في 1 مايو عام 1950. We'll be right back.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 17 بعد المئة على التوالي. أسفر العدوان اليوم عن استشهاد وإصابة العشرات، حيث كثفت قوات الاحتلال من استهداف المناطق السكنية ومدارس الأونروا والأماكن التي يلجأ لها النازحون، بالإضافة إلى الاستمرار في الاعتداء على المستشفيات والمراكز الصحية. وبالتزامن استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفى العودة في حي تل زعتر شمالي قطاع غزة ومحيط مسجد الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع ومناطق متفرقة من شمالي القطاع. وأكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة الماضية 13 مجزرة أسفرت عن استشهاد 114 فلسطينياً وإصابة 249 آخرين، كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القطاع إلى 26,900 شهيد فضلاً عن إصابة 65,949 آخرين. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جرى إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي، واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مدينة حمد شمال خان يونس. لليوم 17 بعد المئة ما زالت غزة الصامدة تدك بعنف، فتغيب مبانيها تحت زخات القذائف المتتالية لتصل الليل بالنهار قصفا وتقتيلا، ويغيب تحت مبانيها شعب أعزل لا يمل من الصمود. ففي هجمة وحشية جديدة استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون بجروح مختلفة في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع، حيث قام الطيران الحربي والمدفعي بقصف مدينة خان يونس تزامناً مع إطلاق النار من مروحيات ومسيرات إسرائيلية وسط المدينة وغربها. وفي قصف صاروخي استهدف حي الدرج بشرق المدينة سقط عشرات الجرحى والشهداء، بينما انهمرت المدفعيات تغطيها غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمال غرب مدينة غزة. ولم تتوقف قوات الاحتلال عن جرائمها، فتمادت ليشهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفا مدفعيا عنيفا ومتواصلا، كما طال القصف المدفعي الهمجي مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمال غزة، حيث أصبح حصار المستشفيات ودهمها بالدبابات واستهداف المرضى طقسا من طقوس الاحتلال الإجرامية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فقد شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، ويضم 100 كادر طبي و7,000 نازح غالبيتهم من الأطفال والنساء. كما قامت جرافات الاحتلال العسكرية بأعمال تجريف في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة بحماية من الدبابات وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا وسط صمت دولي مريب ينبئ بضلوعه في الخطط الشيطانية للاستيلاء على القطاع بعد تفريغه من مظاهر الحياة وإبادة الشعب الفلسطيني صاحب الأرض. هذا ويعاني النازحون الفلسطينيون أوضاعاً سيئة بسبب استمرار حالة الطقس غير المستقرة وتساقط الأمطار على المخيمات المؤقتة التي أنشأها النازحون. كما تشهد هذه المخيمات المؤقتة عدم وجود أي مقومات للحياة من مأكل ومشرب أو أي وسائل للتدفئة. فيش أغطية ملابس، فيش حرامات للمطر، ربتنا ما يمشعفون شو روعينا يعني، مش عارف ايش بدي أحكي، ولا فراش ولا لبس ولا هدمة ولا دفى ولا حتى أكل، الصغار يأكل فيش حليب لها الطفلة، عمرها البنت سنة ونص بحجم المواليد، البنت هذه حجم المواليد عمر سنة ونص، فيش قربين لبسها، فيش يبوت انت فيها عن جد، هاد حرب أباد عد متنا عدم في حياة في التاريخ فلسطين ما صار هذا الحرب. احنا الأوضاع عندنا سيئة جدا، أثناء المطر والخيام زي كما تنظرون كما تنظرون، عائلات وأطفال مشتتين، أمية من فوق ما تحت، لا
يوجد كهرباء ولا مياه، وخسار مشتركه بزياده، لا غذاء ولا ماء. يعني تقدر تقول انت الحياه البسيطه جدا. الاحوال الجويه صعبه علينا، يعني شايف كل بيت بلاستيك وخيام، ما تحملش العاصفه الثلجيه هذه، والامطار خشت على جو البيوت، الوضع عندنا صعب. فيش عندك قطاع. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال المتواغلة في محاور قطاع غزة، خاصة محور خان يونس. هذا وأعلنت الفصائل تمكنها من استهداف تجمع لقوات الاحتلال غرب مدينة غزة بقذائف الهاون، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة. وأعلنت حركة حماس تدمير دبابتين إسرائيليتين من نوع مركبة وجرافة بقذائف الياسين 105 جنوب غربي مدينة غزة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، مؤكدا ارتفاع عدد قتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 560 ضابطا وجنديا، من بينهم 224 منذ اندلاع المعارك البرية في القطاع. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية فجر اليوم ودهمت عدة بنايات وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين. أوضحت مصادر محلية أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من البنايات المرتفعة، كما اقتحمت بنايات في محيط جامعة القدس المفتوحة في المدينة. وخلال هذا الاقتحام تصدى المقاومون لآليات الاحتلال بإطلاق النار ولعبوات محلية الصنع. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تركزت في منطقة خلة نوفل وفي محيط جامعة القدس المفتوحة. اقتحم مستعمرون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول، مما تسبب في انخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي. أشادت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الصحية مها بركات بتعاون الحكومة المصرية مع دولة الإمارات العربية في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ونقل عدد من المصابين للعلاج في دولة الإمارات. جاء ذلك عقب زيارة تفقدية لها على رأس وفد إماراتي لمدينة العريش، وتفقدت المصابين والجرحى واستقبال المصابين المسافرين لدولة الإمارات بمطار العريش، وذلك وسط تقديم كل خدمات الدعم الإنساني والنفسي من قبل جمعية الهلال الأحمر المصرية. وفي هذا السياق أشاد عدد من المصابين والمرافقين الفلسطينيين بالجهود المصرية التي قدمت لهم منذ استقبالهم في معبر رفح البري وعلاجهم بالمستشفيات وإقامتهم بعمارات السبيل بالعريش. بالطبع الحالات الإنسانية في قطاع غزة مفجعة للغاية، ولدينا العديد من المواطنين المدنيين الذين لقوا حتفهم جراء هذه الحرب التي خلفت عددا من الشهداء والمصابين والمساعدات الإنسانية الضعيفة. وقطاع غزة يحتاج للعديد من المساعدات الإنسانية. دولة الإمارات المتحدة قدمت العديد من المساعدات الإنسانية للأطفال المصابين في الحرب والمصابين
مصابين بالسرطان في أعمار مختلفة، ونحن نعمل في أشهر قليلة لمساعدة 425 مريضاً بالعلاج في دولة الإمارات. وهذه المبادرة تأتي في إطار التعاون مع مصر من خلال السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، والعمل على إخراج الإصابات الخطيرة عبر منفذ رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة المصرية. نقلنا المصابين لمطار العريش بسيارات الإسعاف المصرية، بالإضافة إلى أنه لدينا مستشفيات إماراتية في قطاع غزة بها عدد من المرضى، وكل ما يحدث من التعاون مع مصر لتقديم كل المساعدات الإنسانية لأهالي غزة هو شرف لنا. أنا بشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة طبعاً من كل قلبي، وبشكر كل الطواقم اللي استقبلتنا سواء على المعبر من دخول جمهورية مصر العربية الشقيقة وحتى وصولنا مستشفى بورسعيد الرماد وكل الطاقم الموجود فيها. مصر طبعاً قدمت لنا كل حاجة حلوة وعرفتنا على ناس كتير حلوين رغم مأساة الحرب اللي احنا شفناها، شفنا ناس كتير حلوين وطيبين وقفوا جنبينا. كل طاقم مصر بشكره كتير السلام، وبشكر كل طاقم الأطباء كل العريش وكل ما حملنا على رأسه كل الشكر له، والله يعطيكم الصحة يا رب. جانا اسمنا في مصر والحمد لله أهل العريش رحبوا فينا ويعني وعملوا لابني كل حاجة، وابن الشاف على يدهم وضربنا الحمد لله. وبعدين هاينا الطاقم الإماراتي بدي ياخد ابني وشافي لي إياه، وأنا من كل قلبي كل احترام لأهل مصر وأهل الإمارات وشعب فلسطين، إن شاء الله أرجع لبلدي وأشوف أولادي. بمساعدة الهلال الأحمر المصري تم إجلاء عدد من الجرحى والمرضى الفلسطينيين بمطار العريش قبل السفر للإمارات. تواصل الدولة جهودها بالتعاون مع كافة الأطراف لدعم الأشقاء الفلسطينيين وإيصال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، وكذلك استقبال المصابين إضافة إلى نقلهم للمستشفيات. إلى هذا، استقبل مطار العريش اليوم طائرة قادمة من تركيا على متنها أكثر من 40 طن من المواد الإغاثية القادمة من منظمة الهجرة الدولية لإرسالها عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. للمزيد معنا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، هل لك أن تطلعنا على آخر تطورات المشهد لديك؟ تحياتي لك ريهام ولكل السادة المشاهدين. جهود مصرية كبيرة تتم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكنا دائما نتابع معكم المجهود الذي يتم في تجهيز المساعدات الإنسانية داخل المركز اللوجستي للهلال الأحمر وأيضا الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح، لكن هذه نقطة هامة في استقبال المساعدات وهو المسار الجوي الذي حددته مصر لاستقبال كل المساعدات من الدول التي ترغب وتريد أن تقدم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. نتابع الآن كما ذكرت الطائرة التي هبطت في مطار العريش قادمة من تركيا، وعلى متنها تحديدا 48 طن من المواد الإغاثية والبطاطين والخيم مقدمة من منظمة الهجرة الدولية، هبطت في مطار العريش والآن تتم عملية تجهيز هذه المساعدات. كما ترون من خلفي يعني حجم المساعدات وخلية النحل التي تعمل على مدار الساعة لتفريغ هذه الشاحنات من الطائرة من خلال الذين يعملون هنا في مطار العريش بحمل هذه الاطنان على الشاحنات المختلفه تمهيدا لارسالها الى الهلال الاحمر الاستراتيجي وحملها على الشاحنات التي تتوجه مباشره الى معبر رفح. وهذه نقطه هامه دائما ما يتحدث عنها الذي الوقود التي تاتي الى مدينه العريش وايضا الزائرين، وكان اخرهم كما ذكرتم مساعد وزير الخارجيه الاماراتي. ذكرتم مساعد وزير الخارجية الإماراتية للشؤون الصحية بالأمس أن لولا التسهيلات التي تقدمها مصر لهذه الدول ولهذه المنظمات لما استطاعت أن تقدم الدعم والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين من خلال الطائرات التي تصل إلى مطار العريش وحجم المساعدات الهائل الذي يتم إيصاله إلى معبر رفح. فقدموا الشكر والتقدير لمصر على هذا التعاون وهذا المجهود الذي يتم في المسارات الثلاثة سواء كان المسار الجوي أو البحر أو حتى البري. فهنا في مطار العريش هذه الطائرة، وربما أيضا في مساء هذا اليوم ستأتي طائرة إماراتية أخرى. هذا بالإضافة إلى المجهود الذي يتم أمام معبر رفح ودخول الشاحنات. نتحدث اليوم أيضا عن دخول
نتحدث أيضا عن دخول عدد من الشاحنات، تحديدا 188 شاحنة اتجهوا إلى منفذ كرب أبو سالم، و 22 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تجهيز عدد كبير من الشاحنات داخل مدينة العريش لإرسالها إلى معبر رفح. هذا بالإضافة إلى الاستمرار في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة المعبر استقبل 36 مصابا، بالإضافة إلى 72 مرافقا لهؤلاء المصابين يتم نقلهم على المستشفيات المختلفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الموجودة للمرافقين. إذن نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وأيضا بالمساعدة في إجلاء بعض المصابين والجرحى الذين يتوجهون إلى الدول التي ترغب في دعم الأشقاء الفلسطينيين بعلاجهم. من سافروا إلى الإمارات بالأمس، نتحدث عن 118 مصابا بمرافقيهم توجهوا إلى دولة الإمارات، وتم توجيه الشكر من قبل الفلسطينيين للسلطات المصرية على كل الدعم والمساندة الذي يقدم لهم بمجرد وصولهم إلى معبر رفح. وهذه جهود لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل من مطار العريش، شكرا جزيلا على هذه التغطية الوفية محمود. أعلنت قوات الحوثي استهداف المدمرة الأمريكية يو اس اس جريفلي في البحر الأحمر بعدة صواريخ. وجددت قوات الحوثي تأكيدها أن السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب المشاركة في العدوان على اليمن ضمن بنود أهدافها، مؤكدة الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار. كانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد أعلنت مساء أمس أنها أسقطت صاروخ كروز مضادا للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أضرار. ولم توضح القيادة المركزية ما إذا كان الصاروخ الذي أسقطته هو الذي كان موجها إلى المدمرة الأمريكية أم هو صاروخ آخر. عبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن أمله في أن يتم في وقت لاحق اليوم تحديد الدولة العضوة التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر. أضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير. وقال بوريل قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي إن عليهم أن يقرروا أي دولة سوف تتولى القيادة، وأين سيكون المقر الرئيسي، وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء، مضيفا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم. قال مسؤول أمريكي إن واشنطن تتوقع أن تساعدها الحكومة العراقية في تحديد وعرقلة تمويل الجماعات المسلحة على أراضيها. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الغارة التي شنها مسلحون عراقيون على موقع عسكري أمريكي بالقرب من الحدود الأردنية السورية الأحد الماضي تحمل بصمات جماعة تسمى كتائب حزب الله العراقية. غير أن البنتاغون أكد أنه لم يتم إجراء تقييم نهائي بعد على الهجوم. Yeah, we've seen those reports. I don't have a specific comment to provide other than actions speak louder than words. أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح نحو 8 ملايين شخص. كما أكد المفوض الأممي أن المعارك التي اندلعت منذ 15 إبريل الماضي بين الجانبين أدت إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص حتى الآن. وقالت مفوضية اللاجئين في بيان لها إن الأسبوع الماضي تجاوز عدد الوافدين السودانيين الجدد إلى تشاد 500 ألف شخص. Ground as it is in rivalries and divisions. From where I sit, this has become difficult.
تعتزم أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إصدار حكمها في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا وتتهمها فيها بتمويل الإرهاب وممارسة التمييز العنصري، وذلك في أعقاب ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014. كما تتهم كييف روسيا بدعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا، وتطالبها بدفع تعويضات لجميع المدنيين الأوكران بسبب حربها على كييف، وكذلك ضحايا الطائرة الماليزية التي أسقطت فوق شرق أوكرانيا. على مدار نحو 7 سنوات شهدت أروقة محكمة العدل الدولية مواجهات قانونية في القضية التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا وتتهمها فيها بتمويل الإرهاب وممارسة التمييز العنصري في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. القضية بدأت عام 2017 وشهدت مداولات مطولة وتقديم آلاف الصفحات من الوثائق أمام المحكمة، وبعيداً عن ميادين المواجهات العسكرية فإن القضية تعد جزءاً من استراتيجية الحرب القانونية التي تشنها كييف ضد موسكو، وقد نجحت في جر روسيا إلى أروقة المحاكم بشأن قانون بحري وما تصفها بأنها انتهاكات لحقوق الإنسان. وكانت روسيا قد رفضت في بدء الأمر حضور جلسات المحكمة للنظر في القضية، مشيرة إلى أنها لم تمنح الوقت الكافي لإعداد مرافعاتها، ولكن مع تواصل المحاكمة خاضت موسكو سجالات قانونية ضد كييف التي دعمها في القضية دفوع أكثر من 30 دولة غربية كلها حليفة لكييف. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية، ولكن دون جدوى. وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية للنظر في أي نزاعات تقع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقراراتها ملزمة، ولكنها لا تملك الوسائل لتنفيذها، حيث تنظر المحكمة التي تتبع الأمم المتحدة ومقرها لاهاي تنظر في النزاعات الدولية وتعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للاستئناف. أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن حلف شمال الأطلسي الناتو يشكل تهديدا لروسيا ويخضع لسيطرة الولايات المتحدة ويعتبر أداة للمواجهة، مشيرا إلى أن بلاده تتخذ الإجراءات المناسبة. أضاف بيسكوف تعليقا على مناورات الحلف المدافع الصامد أن هذا الحلف جرى تصميمه وتشكيله من أجل المواجهة وتديره الولايات المتحدة حاليا على وجه التحديد كأداة لهذه المواجهة، مؤكدا أن روسيا تتخذ التدابير المناسبة باستمرار، خاصة على خلفية مواصلة الحلف تحريك بنيته التحتية العسكرية نحو حدود روسيا خلال عدة عقود. أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح صاروخا استراتيجيا من نوع كروز، والذي يعد جزءا من مجموعة أسلحة اختبرتها الدولة النووية مؤخرا، ويحذر محللون من أنها قد تجد طريقها للاستخدام في ساحة المعركة في أوكرانيا. تصعيدات متواصلة تتبعها بيونغ يانغ في شبه الجزيرة الكورية يصفها جيرانها بأنها استفزازية. آخر حلقة من تلك التصعيدات كانت اختبار صواريخ كروز تجاه البحر الأصفر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية. ويعد الصاروخ الكوري الشمالي جزءا من مجموعة أسلحة اختبرتها بيونغ يانغ مؤخرا، وقد فسر محللون عدة بأن ذلك يعد تمهيدا لاستخدام تلك الصواريخ في ساحة المعركة الأوكرانية. وكانت تلك تجربة ضمن تجارب عديدة قامت بها كوريا الشمالية هذا الشهر، حيث أجرت بيونغ يانغ اختبارات لما أسمته بنظام أسلحة نووية تحت الماء، إضافة إلى صاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب وجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية. ومما يجعل بيونغ يانغ مطمئنة تجاه نوعية كروز هو أن اختبارات الصواريخ التي تحلق بالغلاف الجوي لا تخضع للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية مؤخرا، خلافا للصواريخ الباليستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.
أما عن آلية عمل صواريخ كروز فهي تعمل بالدفع النفاث وتحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ البارسية، مما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة. وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، تتهم سول وواشنطن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمد روسيا بالأسلحة، موجهة أن ذلك يتم مقابل الحصول على مساعدة فنية من موسكو لبرنامج بيونغ يانغ الناشئ لإطلاق أقمار صناعية مخصصة للتجسس. ويأتي اختبار بيونغ يانغ للأسلحة في خضم تدهور حاد للعلاقات بين الكوريتين، بعد أن أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن كوريا الجنوبية هي العدو الرئيسي لبلاده. وتبقى الإجابة مبهمة لسؤال يدور بأذهان العديد حول ما تفعله كوريا الشمالية، أهو مجرد اختبارات للصواريخ أم أنه تمهيد لحرب جديدة ومساعدات في نزاعات لأهداف خفية؟ أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية الكورية الجنوبية أن سول بدأت بناء غواصاتها البحرية الثالثة والأخيرة من فئة 3600 طن وسط جهود لتعزيز القدرات الدفاعية ضد تهديدات الشمال. وقد وقعت إدارة برنامج اقتناء مستلزمات الدفاع الكورية الجنوبية صفقة بقيمة 829 مليون دولار أمريكي مع شركة بناء السفن هانهوا أوشن لبناء غواصة من طراز جانجوبوغو، وذلك بحلول عام 2031. من المتوقع أن يلعب نظام الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات دورا رئيسيا في منصة الضربات الوقائية العسكرية كتلة القتل المصممة للقضاء على الأهداف النووية والصاروخية الرئيسية لكوريا الشمالية، إذا كانت هناك علامات واضحة تشير إلى استخدامها من قبل بيونغ يانغ. أعلنت وحدة تابعة لسلاح الجو الأمريكي في كوريا الجنوبية أن طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 سقطت في البحر قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية، إلا أن الطيار نجا من الحادثة. ويعد هذا ثاني حادث سقوط طائرة F-16 أمريكية خلال ما يزيد عن شهر في كوريا الجنوبية. وقالت الوحدة إن المقاتلة F-16 فايتينغ فالكون واجهت وضعا طارئا في أثناء الطيران فوق البحر قبل أن تسقط. ويعد الساحل الغربي لمدينة جونسان موقعا لإحدى أكبر القواعد الجوية الرئيسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية. تتواصل فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورا جماهيريا كبيرا بالأمس بأكثر من 535,000 زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن لنحو 2,000,000 زائر خلال 6 أيام من فتح أبوابه للجمهور. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية، صف لي الإقبال الجماهيري اليوم، وأيضا ماذا عن الفعاليات والندوات التي تعقد على هامش المعرض؟ تحياتي لكما ولكل متابعينا في هذه المتابعة للفعاليات والأنشطة الثقافية والمعرفية بالدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. وعلى مدار الأيام السابقة واليوم، أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب تفتح لاستقبال المئات من الآلاف بأكثر من 2,000,000 زائر
حتى الآن في هذه القاعات المختلفة. نتحدث عن قاعات وصالات عرض بها دور نشر وبها أيضا الكثير من الكتاب والإقبال المتفاوت والمختلف والمتنوع من الفئات العمرية المختلفة وحضور الشباب بكثرة كبيرة لاقتناء الكتب والمشاركة في هذا المحفل الثقافي الكبير. أما إذا تحدثنا على هامش هذا المعرض تقام عدد من الندوات المعرفية والثقافية المتنوعة، نتحدث عن عدد من القاعات الرئيسية الخاصة بهذه الندوات، منها قاعة فكر وإبداع، قاعة ديوان الشعر، وأيضا القاعة الرئيسية الخاصة بدكتور سليم حسن شخصية المعرض هذا العام عالم المصريات. في قاعة فكر وإبداع على مدار اليوم هناك عدد من الندوات لمناقشة مجموعة من القصص الروائية والكتب، منها المجموعة القصصية الخاصة بأنا المكذوب، وأيضا في قاعة ديوان الشعر هناك عدد من الندوات المختلفة وعلى رأسها الندوة الخاصة بتنمية قناة السويس. وأيضا في القاعة الرئيسية التي من خلفي الآن هناك عدد من الندوات والمؤتمر الثالث الدولي الخاص باستعادة مشروع طه حسين، وأيضا هناك عدد من الندوات التي تناولت الصحافة الورقية ومستقبل هذه الصحافة. الأنشطة المتنوعة كثيرة في المعرض، وهي بالفعل تمثل عنصر جذب كبير لجميع الفئات، ولا ننسى أيضا الفئة الخاصة بالأطفال في جناح الطفل الذي يوجد به عدد من الورش الخاصة بالرسم والتلوين وأيضا الحكي، عدد من القصص المرتبطة بالأطفال. هذه هي الفعاليات على مدار اليوم من معرض القاهرة الدولي للكتاب. عودة إليك. شكرا لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية جون كريسمان خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عمليات الحفر الاستكشافي للبترول والغاز وعمليات التنمية المخطط تنفيذها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى خططها التوسعية في مصر برغبتها في الحصول على مناطق استكشافية جديدة بالصحراء الغربية. تم خلال هذا اللقاء استعراض الخطة الطموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالي والقادم التي تتضمن حجم أنشطة مكثفة لعمليات حفر الآبار، وتم التأكيد على أهمية الإسراع ببرامج حفر الآبار الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة التي تولي أهمية قصوى لزيادة الإنتاج البترولي. وقعت هيئة الرعاية الصحية بروتوكول تعاون مع السعودي الألماني الصحية لتبادل الخبرات وتطوير قدرات الأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات المجموعة وتحقيق التميز في قطاع الرعاية الصحية بمصر، جاء ذلك لتعزيز تبادل الخبرات والتعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وبهدف استمرار تطوير وتقوية قطاع الرعاية الصحية المصري وتعزيز استدامة وتوفير خدمات ورعاية صحية مبتكرة للمواطنين. كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع مجموعة ألفا الطبية في مجالات تدريب مقدمي الخدمة الصحية على إدارة وتشغيل المعامل الطبية والأشعة وأحدث التقنيات والأجهزة والمعايير الدولية. تفقد وزير الإسكان عاصم الجزار منطقة الأعمال المركزية والحدائق الأولمبية بمدينة هانغتشو بمقاطعة تشيجيانغ الصينية، جاء ذلك ضمن عدة جولات أجرها الوزير بعدد من مناطق الأعمال المركزية الصينية للإطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والتسويق والاستفادة منها في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. واصل وزير التنمية المحلية هشام آمنة لقاءاته مع كبار المسؤولين في ولاية بافاريا، وذلك في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها الوزير للولاية الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل. وقام وزير التنمية المحلية بزيارة إلى مقر وزارة الدولة لشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة، حيث كان في استقباله توبياس غوتهارت وزير الاقتصاد وقيادة الوزارة. كما قام وزير التنمية المحلية بزيارة إلى مقر غرفة الصناعة
التجارة في بافاريا، والتقى مع بولكار ليوني بير مدير الغرفة ورئيس قسم الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية. عقدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اجتماعا مع نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية إدموندو تشيريلي، وذلك على هامش مشاركتها في القمة الإيطالية الأفريقية في روما نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكدت وزيرة التعاون الدولي على حرص الدولة على تعظيم العلاقات مع الجانب الإيطالي والبناء على العلاقات التاريخية والممتدة على مدار العقود الماضية، مثنية على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون. وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التعاون الدولي مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكان العديد من ملفات التعاون المشتركة، مؤكدة أهمية المشروع المشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتطوير التغذية المدرسية. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لدعم الطلاب وذوي الهمم وتقديم كافة سبل الدعم لإدماجهم في المجتمع ولكي يحصلوا على حقوقهم كاملة. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي مع المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. وخلال اللقاء تم الاتفاق على التعاون والتنسيق ومواصلة العمل على دعم الطلاب ذوي الإعاقة وإتاحة مختلف الخدمات لهم تيسيرا عليهم ولمنحهم حقوقهم بشكل كامل. جهود دؤوبة تقوم بها الدولة المصرية في مجال الثقافة والفن من أجل الحفاظ على هوية الإنسان المصري وبناء شخصيته. قامت وزارة الثقافة من أجل ذلك الهدف بتجديد وتطوير جميع المنابر الثقافية بالمحافظات وعلى رأسها مسرح المحلة الذي تم تطويره وتجهيزه بعد نصف قرن من الإغلاق. في إطار جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة للاهتمام بالأنشطة الثقافية باعتبار الثقافة هي قوة مصر الناعمة والتي تهدف بناء الإنسان المصري ورفع وعي المواطن لتمكينه من القدرة على مواجهة التحديات، افتتحت وزارة الثقافة مسرح 23 من يوليو بالمحلة الكبرى، والذي يعد واحداً من المشروعات القومية التي تم تطويرها في العشر سنوات الأخيرة بعد 50 عاماً من الإغلاق بتكلفة تقدر ب 45 مليوناً و500 ألف جنيه. مسرح 23 يوليو يعتبر قلعة ثقافة في مدينة المحلة، بنقدم فيه أنشطة مختلفة ومتنوعة. عندنا قطاع مهم جدا هو قطاع المسرح، بيجذب عدد كبير قوي من الشباب. عندنا شريحة مسرح، عندنا نوادي طفل كمان بنجذب الأطفال بيكون مختلف فئات الأعمار. عندنا برضو الجانب التاني اللي هو الفنون التشكيلية، بنحاول نطلع الطاقات الإبداعية للأطفال، بنوفر لهم الخامات، بنوفر لهم المرسم، بنوفر لهم كمان مدرب متخصص يقدر يدربهم على الفنون وأشكالها والكلام ده. بنحاول نحط حاجة كده من الفكر القديم أو الفكر اللي هو الحاجات التقليدية بتاعتنا اللي هي تحافظ على تراثنا والإبداع بتاع الشعب المصري عموما، وبالذات مدينة المحلة متميزة بكثير من المثقفين وكثير من الفنانين. عمليات تطوير مسرح 23 من يوليو تضمنت تجهيزه بأحدث وسائل الصوت والإضاءة وتوفير اشتراطات الحماية المدنية بتكلفة إجمالية تقدر ب 45 مليون و500 ألف جنيه،
وتحول المسرح بعد التطوير إلى منبر لممارسة الأنشطة الفنية والغنائية والمسرحية والمسابقات الفنية بين طلاب المدارس والجامعات والفرق الموسيقية وفرق الإنشاد وعرض المسرحيات لدعم الموهوبين في كافة المجالات، بالإضافة إلى عرض الأفلام بأسعار رمزية. هو يعتبر المنفذ الوحيد لكل فناني المحلة، موقعه والإمكانية اللي موجودة بحيث أنه مجهز أصلاً بأحدث الأجهزة المتاحة، فكل الأنشطة الفنية تقريباً على مستوى الغربية بقت حالياً مقرها هي مسرح 23 يوليو. المسرح بس مش بس هواية أو مش بس حاجة بقضي فيها وقت فراغ، لا، هو المسرح حاجة مقدسة من قديم الزمن ومن زمان، وهو بيتعمل فيه مسرحيات حلوة جدا ويعني من الجيل القديم، والناس كانت بتحضر وبتتفرج على الحاجات دي. أنا باجي هنا مش مجرد أن أنا باجي مثلا أقضي وقت فراغي، لا، ده أنا هو المسرح، أنا بالنسبة لي أنا يعني هو المسرح بالنسبة لي حاجة كبيرة، يعني ممكن أنا احنا طبعا المسرح يعني بنخلي يعني بنعتبر المكان ده مكان مقدس بالنسبه لنا، فهو بقى يعني بنخرج فيه كل الطاقه السلبيه اللي جوانا، اي مشاكل، بنيجي هنا نفصل يعني من العالم. ويعود تاريخ انشاء مسرح 23 من يوليو بالمحله لعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي وضع حجر الأساس له في 27 من يوليو عام 1955 بأهم ميادين المحلة الكبرى، وتبلغ مساحته 1237 مترا مربعا، ويتكون من خشبة المسرح وصالة بسعة 380 فردا وغرفة الإسقاط وأخرى للكهرباء وأربع قاعات إدارية أخرى لتدريب الموهوبين. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مع تواصل الغارات، رام الله تطالب بتشكيل فريق تحقيق دولي في مجازر الاحتلال، ومجلس الأمن يبحث اليوم تدابير العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي. قوات الحوثي تعلن استهداف المدمرة الأمريكية غريفلي في البحر الأحمر، وتؤكد أن هجماتها ستتواصل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. مواجهة قانونية بين موسكو وكييف في أروقة محكمة العدل الدولية، والجانبان يترقبان حكم المحكمة اليوم بشأن روسيا. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، تحية لكم وإلى اللقاء.